تواصلت خروقات وقف إطلاق النار في عدد من المناطق السورية، بينما ساد الهدوء مدينة حمص التي بقي فيها اثنان من فريق المراقبين الدوليين تلبية لرغبة السكان، وجلا في المدينة برفقة ضباط من الجيش السوري الحر الذي وعد بحمايتهما. إن اثنين من المراقبين سيبقيان في حمص بشكل دائم، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها الوفد إلى المدينة السبت، كما أن مراقبين إضافيين سيصلون إلى سوريا قريبا. وسقط قتلى بينه مدنيون وجنود نظاميون خلال أعمال عنف في مناطق سورية أخرى. غداة تبني مجلس الأمن قرارا بإرسال 300 مراقب إلى سوريا، والذي رأى الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان أنه يمثل لحظة حاسمة لاستقرار البلاد بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي أدت إلى مقتل أكثر من 9000 شخص. ودعا أنان النظام السوري إلى الكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة بشكل خاص، ويقول معارضو رئيس الأسد إن قواته واصلت قصف معاقل المعارضة في انتهاك للهدنة، في حين تقول السلطات إن مجموعات إرهابية مسلحة واصلت حملاتها العسكرية ضد أهداف حكومية. وقال النشطاء أن جنودا سوريين مدعومين بالدبابات قتلوا 6 أشخاص على الأقل، وأضافوا أن قوات النظام تدعمها الدبابات اقتحمت بلدة دوما شرق دمشق، في حين فتحت قوات الأمن النار على المواطنين في إدلب.